هنكمل اللقاء والكلمات ويسعدنا ان يكون معانا ايناس جابر من الجيل الثاني. عايزين نعرف راي الجيل الثاني في اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في الجاليه المصريه في امريكا. ازيكم؟ انا اسمي ايناس جابر، انا اتولدت هنا في امريكا وعايشه طول حياتي هنا. نزلت بس مصر مرتين، اول مره نزلت عشان بحث الجامعه بتاعتي، قعدت 10 ايام ناحيه شرم وسانت كاترين ودهب ورجعت، ودي كان ايام 2011 كان موضوع التحرير بيحصل والكلام دوت. تاني مره نزلت فيه كان في 2013 بعد التخرج من الجامعه، قعدت شهرين في مصر، شهر 12 وشهر 1 برضه نزلت في وقت ما كانش حلو، بس بصراحة أنا ما حسيتش بحاجة، يعني كل اللي أنا بسمعه في التلفزيون وضرب النار والكلام دوت ما حسيتش بيه لما نزلت، فأنا كنت عايشة حياتي. أنا بس تعليقي اللي أنا لاحظته من ساعة التخرج من الجامعة اللي هو تقديم الجامعة، يعني هنا عشان تكمل الدراسة شيء بيكلف كتير، شيء صعب، دايما الدكاترة بتوعنا بيرجحوا إن احنا نروح نسافر بلاد بره، يعني خصوصا عشان اخش مجال الطب لو انا ما عرفتش اجيب المجموع الصح او ماليش نفس ان انا اكمل في امريكا، دايما يسافرونا مثلا بلاد الدول الاسبانيه. انا ليا دكتوره دايما بترجح ان انا اروح اوروبا في جامعه كومن، عشان هناك الجامعه يعني هنا في امريكا احنا بنعترف بيها. اصحابي الاسبان على طول بيروحوا الدول الاسبانيه عشان هم عندهم الامكانيات، بيتكلموا اسباني بيفهموا اسباني وهم حابين ان هم يعني يساعدوا الكليه بتاعتهم هناك. طب انا يعني انا نفسي ان انا مثلا اقدر اعمل كده في مصر، يعني انا انزل جامعه في مصر معترف بيها هنا او معروفه اسمها هنا، انزل ادرس في مصر، انا واحده يعني تلفزيون العربي من ماما وبابا بعرف اتكلم عربي، فانزل اساعد الكليه هناك، شهادتي برضو معروفة بيها هنا، مش لازم أخذ امتحانات واللي هو الديبلوماتيك لايسنس. ونفس الحاجة يعني ليه أنا واحدة أمريكية مصرية أنزل أروح بلد أسبانية أو أقعد هنا مش معروف بيها؟ دي أول حاجة أنا نفسي فيها. تاني حاجة نفسي فيها بس أنا عارفة إنها يمكن صعبة شوية، إن الناس في مصر إنهم يردوا على الإيميلز بتاعتهم، يعني أنا لما بعت إيميلات الجامعات في مصر، يعني في جامعات هناك أمريكية في مصر كلية طب، عادة أبعت إيميلز إن حد يرد عليا مفيش. ففي يكون اللي هو في حاجة في واشنطن دي سي اللي هو مسؤول عن الدراسة بتاع المصريين والكلام دوت، اتصلت بيهم سهل قوي جدا إن هو يساعد أي حد جاي من مصر على أمريكا، وهم مقيمين هنا في أمريكا، بس إن هم يساعدوا واحدة أمريكية عاوزة تنزل مصر صعب. يقول لي احنا ملناش دعوة حضرتك، لو عاوزة المساعدة احنا بس ممكن نبص على الكريدت بتاعك، ولازم انت تنزلي الجامعات هناك بنفسك، يعني انا لازم اقطع تذكرة عشان اروح هناك بس عشان اسأل سؤال، يعني هل انتوا عندكم الامكانيات اللي هي تساعدني ان انا مثلا اكمل دراسة هنا، يا يا لا؟ فدي شيء صعب، يعني ان انا اقطع تذكرة عشان بس السؤال ده، ولو اعرف ان البروجرامز عبارة عن ايه، ده صعب جدا. حاجة تانية أنا بصيت عليه، لما كنت نزلت مصر وكده وقرايبي كانوا بيرجحوا عليا إن أنا الناس يعني كملي دراستي خشي دراسات عالية وأكتر من البكالوريوس اللي معايا، برغم إن أنا دارسة بيولوجي وكيمياء. هناك أنا معرفتش، مش أي جامعة أنا أقدر يعني أقدم عليها هناك، يعني ما أقدرش مثلا أي كده أقول أنا جاي من أمريكا أنا داخلة جامعة المنصورة أو جامعة طنطا أو الكلام دوت، لا لازم عشان طريق دراستي أخش جامعات خاصة، ومش مفيش الجامعة الأمريكية هناك، يعني دي جامعة أمريكية معروفة هنا بس مفيهاش مجال الطب. يعني أنا سؤال، يعني أنا أوجه لمين إن حد يساعدني في الموضوع دوت؟ إن أنا في مصر تبقى زيها زي بولندا زي المانيا زي الجامعات الاسبانيه اللي هنا معترفه بيه هنا، بس في بلدي او بلد اهلي بمعنى صح. تاني حاجه دي ملهاش دعوه بيا، يعني دي هي دعوه بالشباب اللي في مصر، يمكن انا ماليش خبره فيها قوي، بس انا لما احنا بنخش ثانويه عامه، يعني خلاص انا كنت تالت سنه فاضل لي سنه على التخرج، فعلى طول في واحد من المحاضرات لقيت المدرس اللي وزع علينا ورق احنا بنمضيها بالمعلومات بتاعتنا وخلاص كده، هما بيبعتوا لي المسؤولين
وخلاص كده انت دخلت ان انت لما تلمي 18 سنة اوتوماتيكلي انت من حقك ان انت تبدأ تنتخب اللي انت عاوزه. هنا عندنا اجراءات الاوراق سهل جدا عن طريق الانشنة، عن يعني اي حاجة انا عاوز اعرفها بفتح الانشنة ايه الاوراق الملزومة مني عشان مثلا اجدد الرخصة والكلام دوت. فخصوصا لما مرة كنت بتفرج على برنامج لعمرو اديب ان هو قاعد بيتكلم على المصريين من مصر هنا في امريكا بيشغل مثلا شركات جوجو، ان احنا شركات جوجو اللي ماسكينها هنا المصريين من مصر مثقفين جدا كويسين جدا في مجال الكمبيوتر والانترنت والكلام دوت. طب دول مش بيساعدوا مصر ليه؟ او مفيش ليه مصر ما بتعملش حاجه كده يعني اللي يخليهم يجوا هنا ويعيشوا ويفيدوا امريكا؟ طب ليه ما تاخدش برضه نكمل على الخبرات ديت ودول او كمان ان انا يعني فاكره ان دول ناس طلعوا الاوائل في الريسز والكلام دوت هنا او على مستوى العالم وكلهم من مصر، يعني معظم العيال اللي هم خدوهم كلهم مصريين مثلا من 50 خدوا 30. فأنا السؤال يعني ليه مصر ما بتعملش كده؟ ليه لما مثلا عاوز اقدم على الاوراق بتاعي او عاوز اعرف شركه معينه محتاجه ايه ان انا ما افتحش بس موقع الانترنت والسهله بدل يعني قاعد اروح واجي اروح واجي؟ يعني دي حاجات انا سمعتها من قرايبي لما نزلت او شفتها. فليه عن طريق الانترنت ما نسهلش الموضوع دوت؟ يعني خصوصا ان احنا كنا لسه بنقول ان دلوقتي طريقه الكوميونيكيشن ما بيننا عن طريق الفيسبوك على الانترنت مكالمات تليفون. فدي حاجة أنا نفسي فيها، يعني نفسي أشوفها لمصر، يعني هنا إحنا عندنا كمان لنا يعني بخصوص الكوميونيكيشن كنا لسه بنتكلم على التواصل عن طريق تليفونات ونكلم قريبنا من برا. هنا سهل جدا إن أنت تكلم أي حد في الهند تتكلم مع أي من شركات. طب ليه ما في شركات تليفونات في مصر تعمل عقود مع الشركات اللي هنا بحيث ان هي متبقاش بالثمن الغالي دوت؟ يعني انا في اي وقت متصله اتصل بجدتي او اتصل باي حد من قرايبي، يعني الشركات دي موجوده بس ليه احنا ما بنعملش الاجريمنت او العقود ما بيننا وبينهم؟ فيعني انا اكتر حاجه ان انا شايفه ان احنا يعني الشباب في مصر يعني قاعدين طول اليوم على الانترنت. انتوا عندكم الخبره، عندكم الثقافه، عندكم في مصر اسهل من هنا. يعني مثلا هنا عشان اصلح تليفوني او افك التليفون بتاعي مفيش، هتدفع فلوس كتير. انا نزلت مصر تليفوني اتكسرت على طول، اي واحد في الشارع صلحه لي ب 40 جنيه قشطه تمام. يعني هنا بقعد في الاسبوعين ثلاث اسابيع قبل ما التليفون تتبعت وترجع لي. بعدين قعدت ثلاث اسابيع مع بابا عن طريق الانترنت، يا بابا فك لي التليفون عشان احط الشحن مصري مفيش. في الاخر لما نزلت الواحد برضه اللي صلح لي موبايل ب 70 جنيه يا عم الحاج فك لي التليفون. بص عليه قال لي تليفون امريكاني. طب قشطه تمام، على طول دقيقتين فك لي التليفون. هناك اسهل، هنا في رقابه، هنا يعملوا لك مشاكل، تليفونك تتسرق تبلغ عنه تلاقي التليفون خلاص كده ما ينفعش ان انت تلمس التليفون تاني. لو هم عارفوا ان انت فكيت التليفون هيجروا وراك عشان حاجه انا دفعت فيها نفس الثمن اللي انتوا بتدفعوا فيه موبايلات في مصر. فانتوا عندكم يعني الشباب في مصر عندها الامكانيات ديت، فليه احنا ما نساعدهمش ان هم يستخدموا الحاجات ديت، يعني ان هم يعملوا المواقع؟ فكده توت